الراديو 90 90 هواها مصري. يا عماد، يلا يا عماد يا حبيبي، اقعد عشان تفطر. ليه بس يا ست كل تعبتي نفسك كده؟ ما انا كنت هاخد اي ساندوتش في الطريق قبل ما اروح المستشفى. ساندوتش ايه بس يا حبيبي، لازم تتغذى كويس وتاخد بالك من نفسك. انا عايزك تتخن كده وتربرب. على اساس ان شكلي هفتان ومحتاج ربربه لسه؟ ولا تكونيش يا ماما ناويه تذبحيني على العيد الكبير؟ هتضحك ده ايه واد؟ ده انت نور عيني، ابني الوحيد اللي بيكبر بخاطري وعمره ما كسر لي كلمة ابدا. اكيد هتكلمني في موضوع الجواز. لا يا ماما، انا قبل كده كسرت لك كلمة. فاكرة لما كنت بتقولي لي كل سندوتشاتك كلها وما تديش لحد منها؟ ايوة فاكرة، بس ايه اللي فاكرة بكلامنا دلوقتي؟ ارجوك يا ماما، ارجوك سيبيني اكمل. انا عمري ما كلت سندوتشاتي كلها، دايما كنت بديها كلها لعم عبده وهو بالمدرسة. سندوتشات ايه وبواب ايه؟ ده انت النهاردة صح من النوم رايق قوي. الحمد لله. حس كده بقى، انا كنت عايز اسألك على حاجة. ايوة. فاكر طنطك هناء؟ مين بقى طنطي هناء دي؟ طنطك هناء، الله، اللي تعرفت عليها في جمصة وكانت معها بنتها جميلة. امتى الكلام ده يا ماما؟ انا لا فاكر هناء ولا جميلة ولا جمصة. يو مش فاكر ازاي بس؟ في الصيف اغسطس سنة 97. مش دي الست الرخمة اللي تعرفتي عليها على الشط الصبح وفضلت لازقلنا طول اليوم؟ بالظبط. ايه رأيك بقى؟ عايزة رأي في ايه يا ماما؟ عايزة رأيك في جميلة. يا ماما جميلة دي ساعتها كانت بتقول على السكر اوكر. لا ما اكيد دلوقتي كبرت بقى وبقت عروسة وقالها ناس ولاد اصول، اي حد يعني يتمنى يناسبهم. بقى بالذمة ده كلام يا ماما؟ عايزاني اتجوز واحدة لمجرد انك قعدتي معاها شوية على الشط سنة 97؟ وبعدين حتى لو افترضنا انا هعدي كل اللي فات ده وهسمع كلامك، تقدري تقوليلي هنوصل للناس دي ازاي واحنا اخر مرة شفناهم سنة 97؟ هو انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه بقى يا ماما؟ مش انا عملت لها اضافة امبارح على الفيسبوك؟ لا والله. والله. وعنا نشغل الصبح بقى ونسترجع كل ذكرياتنا. ذكريات ايه يا ماما؟ ده كل اللي حصل في اليوم ده انكم اشتريتوا بشكرين وانا اللي دفعت تمنهم من الفلوس اللي انا كنت محوشها علشان اجيب نظارة بحر. ما هي ست هناء بقى لحد دلوقتي شايلالك الجميل ده، وقالت لي اعتبري تمن البشكير ده مهر جميلة. بقولك ايه يا ماما، انا كده اتأخرت على المستشفى قوي ومش هينفع اتأخر اكتر من كده، بعد اذنك. طب مش ترد عليا الاول وبعدين تنزل؟ لما ارجع نبقى نكمل كل كلامنا. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا حبيبي، بس انا برضو مش حايس وهفضل وراك كده لحد ما اتجوزك. طب وبعدين هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ المفروض اني اعالج الراجل الابكم عشان انفذ الطلب التاني لندى البحور، بس اعالجه ازاي ده؟ ده انا معرفش عنه اي حاجه، ده انا حتى معرفش السبب اللي خلاه ابكم علشان ادور له على علاج. ايوه بس يبقى انا اول حاجه المفروض اعرفها دلوقتي السبب اللي خلى الراجل ده ابكم. خلاص يبقى انا اسال الناس اللي ساكنه حواليه يمكن يدلوني. بقول لك ايه؟ ايوه يا انا اسمي مجعوص وكنت عايز اسال عن راجل عايش معاكوا هنا في المدينه، هو ابكم، تعرفه يا محسوبك نجم النجوم؟ تشرفنا يا نجم النجوم. قول لي بقى، انت تعرف حدوتة الراجل الابكم ده؟ انا عايز اقولك ان انت جيت للراجل المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. طب قولي 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 قصته يلا. الراجل ده زمان ما كانش راجل عادي. امال؟ كان تنين مجنح بيحمي المدينة من اي شر يقرب لها. تنين مجنح. وبعدين؟ وفي يوم من الايام جت ساحرة شريرة هجمت على المدينة، واقف قصادها ولسه هيطلع النار من بقه عشان يحرقها، فجأة الساحرة اختفت من قدامه وراحت جاية من وراه وزيري بيو ضربة على القفل، وبسبب الضربة دي فقد قوته كلها ومن ساعتها بقى أبكم. أنا متشكر جدا، يعني مش عارف من غيرك أنا كنت هعمل إيه. طب في أي خدمة تاني؟ لا شكرا. أستأذنك أنا، ولو احتجت أي حاجة قول بس فين نجم النجوم هتلاقي ألف من يدلك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الراجل لهبل ده، تنين ايه وساحره ايه ونار ايه؟ لا انا ابتديت اشك ان هو ده الراجل اللي عايز يتعالج. اهو راجل تاني معدي. بقول لك ايه يا امورني، محسوبك امير الاحزان، اي خدمه؟ انا اسمي مجعوص وكنت جاي اسال على الراجل الابكم اللي ساكن في البيت اللي هناك ده، تعرفه يا امير الاحزان؟ اللي اعرفه ده قشره عمر وليه حكايه تشوف فيها العجب. انت متاكد انك بتتكلم عن الراجل الابكم اللي هو اخرس يعني ما بيتكلمش؟ ايوه هي دي محتاجه توضيح يا عم، ابكم يعني اخرس. حلو، ممكن بقى تحكي لي حكايه الراجل الاخرس ده يا امير الاحزان؟ الله ينكد عليك.
حاضر انا هحكي لك. بص يا سيدي. صباح الخير يا علياء. صباح النور. نمتي كويس النهاردة؟ ايوه. مالك في حد ضايقك؟ عنايات مثلا تكون رخمت عليكي ولا حاجة؟ لا لا لا، انا من ساعة ما سبتني امبارح وانا نايمة وصحيت دلوقتي لما انت جيت. طب كويس. بصراحة يعني في حاجة حصلت. ايه اللي حصل يا علي؟ انا حلمت. جميل، ويا ترى حلمتي بايه؟ ولا مش عايزة تقولي لي؟ للأسف لازم اقولك، لان انت الوحيد اللي هتقدر تكمل لي الحلم. انا مش فاهم حاجة، ازاي انا الوحيد اللي ممكن اكملك الحلم؟ اقولك احكي لي الحلم يمكن افهم. اصلا انا امبارح حلمت بمجعوص. ايه؟ حلمتي بمجعوص؟ ايوه. وكان بيعمل ايه بقى استاذ مجعوص في الحلم؟ كان بيدور على طريقه يعالج بيها الراجل الابكم. فضل يلف ويسال الناس على حكايه الابكم علشان يقدر يعالجه، واول ما قابل الراجل اللي هيحكي له صحيت منه. برافو عليكي. برافو عليا ايه؟ اصل اللي انت قلتيه ده اللي حصل لمجعوص فعلا. بجد؟ طب يلا بقى كمل لي الحلم، قصدي الحكايه. حاضر حاضر يا ستي، انا هحكي لك. للأسف مفيش حد قدامي غيرك، ممكن تحاول تفهمني بقى إيه اللي خلاك أبكم يا بابا؟ قال أنت صحيح اسمك إيه؟ مأمو. اسم جميل مأمو، 10 أسامي. إمي مأمو. معلش معلش مشيها مأمو عشان خاطر أنا لسه في حاجات كتير عايز أعرفها منك، فبلاش تقف على حاجات تافهة، خلاص يا مأمو؟ علاش علاش مأمو. حلو، ممكن دلوقتي بقى تحكي لي إيه اللي خلاك بقيت أبكم؟ بس بالراحة كده واحدة واحدة. قادر قادر. بق يا إيه يو إبقايا إبقاي. مأمو احنا قلنا إيه؟ بالراحة واحدة واحدة. بق يا إيه يو إبقايا إبقاي. بص بص يا مأمو يا حبيبي، انت لازم تكون واضح معايا اكتر من كده، احنا كده هنقعد يومين ومش هنوصل لحاجة، وانت هتفضل أبكم وانا هخسر براتي. حاول تساعدني شوية. أقولك ما تحكيليش الحكاية كلها، قولي بس السبب على طول، أنا هحاول أفسر الطلاسم اللي انت بتقولها دي. اتفقنا؟ لا لا. يلا بقى قول. لا 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 لا، أنا ما كانش قصدي تبقى مختصر قوي كده، يعني زود كلمة كمان. طيب لا يا راجل، أنا كده فهمت يعني لما زودتلي أو دي. في إيه؟ بتشاور على إيه؟ مين الست اللي جاية هناك دي؟ الله، ومين الرجالة معاها دول؟ يا امير الاحزان مين دي؟ بس 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 وطي صوتك. دي وجع الليالي، ست شريره ومفتريه بتيجي كل فتره تاخد مننا اكل وشرب ليها ورجالتها بالغصب. هي اللي خلت صاحبك ابكم. اسكت بقى اسكت بقى عشان هي جايه علينا. اهلا اهلا بالست، اهلا، منوره مدينتنا المتواضعه. من غير رغي كتير يا امير الاحزان، جهزتوا الأكل اللي أنا هاخده معايا ولا هتتعبوني؟ لا طبعا لا، كل حاجة جاهزة، الأكل والشرب وكل حاجة أنت عايزاها. ده أنا مجهز الزكايب بقالي يومين. طيب كويس، يلا يا رجال روحوا مع عمكم أمير الأحزان خدوا منه الزكايب اللي هيديها لكم. استنى يا أمير، محدش يتحرك من مكانه. مين الشخص؟ ده مجعوص. مجعوص؟ وعايز ايه المجعوص ده؟ وبيهلل كده ليه؟ عايز حاجات كتير، اولها انك تقوليلي ايه اللي عملتيه في صاحبي خلاه بقى اخرس. بسيطة، انا ممكن اعمل فيك نفس اللي انا عملته فيه، وبكده هتعرف اجابة سؤالك يا حلو. طب اللي فيها ايه؟ لا تكونيش فاكراني زي الناس الغلابة دي هتضرب واتسرق واسكن. لا انت متعرفينيش. ولا انت تعرفني يا حلو، ولا تعرف انا ممكن اعمل فيك ايه. مش بقولك ما تعرفينيش. امسكوه يا رجالة وعلموه الادب، بس بشويش بشويش عليه. وسع منك ليه، وسع بدل ما اذيكوا. الحقوني. يا دماغي، يا وسطي، يا رجلي. معلش معلش. ما هو كله بسببك انت، ما انت لو فهمتني هي عملت فيك ايه وخلتك ابكم ما كانش حصل كل اللي حصل ده، وكان زماني عالجتك ومشيت. الصوت ده انا عارفه كويس. ندى البخور يا مجعوص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ مالك؟ شكلك اتضربت ولا خبطت في حيطه؟ يعني انت مش عارفه؟ طبعا عارفه،
وشفت كل اللي حصل. والصراحة يعني كان شكلك يفطس من الضحك، خصوصا لما قلت لها انت ما تعرفينيش. وبعد كده ما شفتش قدامك من الضرب. وانت جاي تضحكي عليا الصراحة. ممكن تمشي وتسيبيني بقى أفكر في حل للمشكلة اللي أنا فيها دي. مشكلة إيه؟ قصدك معالجة الأبكم؟ أيوه. طب روح عالج نفسك الأول وبعدين ابقى عالجه. واضح كده إن أنت هتفشل في المهمة. مش هفشل وهتشوفي. إيه ده؟ راحت فين؟ إيه؟ يا عم خضتني. ربت ضحكتك خلتني مش عايز أعالجك، بس للأسف ما ينفعش، لازم اتزفت اعالجك عشان انجح في مهمتي. بس ازاي اعالجك؟ ازاي؟ بس لقيتها. ها ولقى الطريقه اللي هيعالجوا بيها؟ كان لازم الاول يعمل خطه على ميعاد النوم. هو انت ما ينفعش تبقي اهدى من كده شويه؟ تدخلي علينا بطريقه انعم من كده شويه. اغني يعني؟ حاضر. النوم 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 موعوده يلي عليك بس النوم. عنايات ارجوكي ارجوكي. انا قايم ماشي، انا هقوم دلوقتي يا علي واجيلك بكره. تصبحي على خير وانت من اهله.